مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا كل اخوة الزملاء الذين سبقوني بالتعليق، وها هي انطلاقة اخرى من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثارة، من انطلاقات الخير والعطاء هنا على ارضية هذا الميدان وشوطنا الرابع عشر. تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. خصص لي ايضا القعدان هذا الشوط ضمن الاشواط المفتوحة، نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الاثارة، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وهنا على المركز الاول غازي سيد عبد الرحمن بن جابر بن علي بن ضرمان من ياتينا على الصدارة وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني ياتينا هنا منبه لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي الذي ايضا ظفر بالاشواط الرئيسية في هذه الامسية التراثية الجميلة. الفارس من ياتينا بالمركز الثالث لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني وعلي بن حمد بن حسين الجرحب من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لسعادة الشيخ نايف بن عيد بن محمد الثاني بريك بن عجيان المري في التضميرة. وعلى المركز الخامس يتواجد مضاد الحمد بن الضعيف بن غدير لقتبي من ياتينا على خامس المراكز. ها هي المراكز الخمسة الأولى ضعناها على حضاراتكم في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة خلال مسيرة هذا الانطلاق، مسيرة التحدي والتغيير يطر ويجرو على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مع منبه على صدارة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي بقيادة منبه على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما ثاني المراكز يأتينا غازي للسيد عبد الرحمن بن جابر بن علي بن ضرمان على المركز الثاني. وثالث المراكز ثالث المنطلقين يأتينا هنا الفارس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني وعلي بن حمد بن جرحب المري في التضمير، ومن الجانب الآخر مضاد حمد بن الضعيف بن غدير لقتبي في تضمير من يأتينا على المركز الرابع، بينما خامس المراكز والمنطلق هنا شاهين لسعادة الشيخ نايف بن عيد بن محمد الثاني وتضمير بريك بن عجيان المري من يأتينا على خامس المراكز. إذا خمسة مراكز وهناك الشعارات القادمة لكي تنضم إلى ركب المقدمة، ركب المراكز الخمسة الأولى وإلى الفايف ستار. نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى منبه من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المركز الأول كما سيطر هذا الشعار بالشواط الأولى في هذه الأمسية التراثية الجميلة. هنا إذا منبه لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من ينطلق بأداء منبه على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. ثاني المراكز يأتينا مضاد الحمد بن الضعيف بن غدير لقتبي، وفي المركز الثالث أول نداء هنا للصغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة فهد بن حصين النعيمي، وعلى المركز الرابع يتواجد الفارس الراشد بن ناصر بن عبد الله بن جبر النعيمي من يأتي على المركز الرابع. وخامس المراكز القادم مشكور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومحمد بن خالد العطية المشاغب من يتدخل مع هنا مشكور على خامس المراكز.
بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. ونعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، نعود إلى مضاد، مضاد من غير على الصدارة، غير على المقدمة، على المركز الأول لسيد حمد بن ضعيف بن غدير، لكتبي منبه من يأتينا على ثاني المراكز سعد الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وبقيادة المضمر السيد سلطان بن محمد لوهيبي صوغان من يأتينا على ثالث المراكز، والقيادة والسيادة هنا لصوغان في تضميره السيد فهد بن حسين النعيمي، والقادم هنا الفارس الراشد بن ناصر بن عبد الله الجبر النعيمي، ومشكور على خامس المراكز. هنا من يأتينا لسعد الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية في تضميره، يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله، اقلع منبه من دخلنا في الكيلو المتر الاخير، انطلق منبه بصدارة هذا الشوط، انطلق بالمركز الاول، انطلق بالفوز، انطلق بالناموس، انطلق بالاداء الجميل. ها هو هنا الشعار العنابي ينطلق على ظهر منبه لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وبقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من ينطلق على صدارة هذا الشوط بهذا الأداء الجميل والتحدي الممتاز. تهانينا لك يا أبو سالم على هذا الأداء الجميل. ها هي لحظة اقترابه من خط النهاية، اقترابه من الفوز، اقترابه من الناموس. تهانينا على هذا الأداء الجميل ولحظة وصوله واقترابه من آخر 100 متر من مسافة 5 كيلومترات وهو معلن الفوز، معلن الناموس. تهانينا، ها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية. تهانينا لسعد الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تهانينا لسلطان بن محمد لوهيبي المركز الثاني، الفارس راشد بن ناصر بن عبد الله بن جبر النعيمي، المركز الرابع صوغان لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، مضاد في المركز الرابع بهذه اللحظات لسيد حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي. اما خامس المراكز الريان لسعادة الشيخ سعود بن احمد الثاني من يصل على المركز الخامس. ها هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الاولى، ذعناها على حضراتكم كاملة مكملة، ولنا ايضا هنا التوقيت الزمني لحظة الوصول في هذه الانطلاقة ايضا، ولحظة وصول منبه الى خط النهاية قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 50 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على الشيخ القعقاع بن حمد الخليفة الثاني، والسلطان بن محمد لوهيبي المركز الثاني، 7 دقائق 50 ثانية 8 أجزاء من الثانية توقيت الزمني اللي هو وصلنا ايضا.